بأن والشيخ خالد أسر، والشيخ خالد أسر، وأنا أعتقد حتى أحمد وطلال لو كانوا موجودين ما طلعوا، ما ردوا بعد التحرير، بس ردوا بعد التحرير، بس بالفترة هذه كانوا أساساً برا. بس سمعت قريت وثيقة بأنه رد. لا أنا أقصد لو كانوا موجودين لا 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 ما طلع. لا إنه رد، رد في أثناء الغزو الشيخ أحمد فهد رد. أي الشيخ أحمد رد. الشيخ طلال رد كمان. الشيخ طلال. إذا أبناء فهد الأحمد الشامية شغلة كذي. أبناء الشيخ فهد الأحمد قاموا بدوره. وكوايد أيضا من عيال الشيوخ قعدوا. نعم. أكيد أكيد. هذا يعطيك إحساس إن الناس ما فيها اليوم حاكم، ما فيها محكوم، ما فيها شيعي، ما فيها سني، قعدوا يعني أمثال قعدت. علي سالم العلي قاعد. نعم موجود كان. ناصر صباح الناصر السعود قاعد. نعم. باسل الله يرحمه قاعد. لا كلمتك جميلة جدا. أحمد المنصور. نعم. أصبحت مسألة المنصور وجود. نعم. كان بإمكانهم يطلعون، كان بإمكانهم يروحون، هذا وحي اللي كان يطلع، لكن كان هناك إحساس بأن هذه البلد بلدنا، مو احنا حكام، لا احنا اليوم كويتيين. نعم. انتهى. نعم. اني انا حاكم ولا اني انا شيخ. انا عندي فاصل بفواز، في راح نسولف عن المقاومه اكثر، راح نسولف مع براد عن جوانب يمكن ما تطرق لها الاعلام الكويتي، راح نحاول يعني نستنطق ضيفنا اليوم وضيوفنا. عندنا فاصل، وبالفاصل ان شاء الله نستقبل هم شخص عزيز علينا بيسير علينا ويروح وتبقى الكويت. قال فواز كلمه حلوه، قال لما دافعوا الكويتيين في الغزو ما كان في التطهب المال الحين، هذا اللي انا شيعي وانا سني وانا بدوي وانا حضري، كان الوضع واحد. احنا نتمنى من عيال هالوقت، يعني ما بيقول بزران قلتها، لكن نتمنى ان يتعلمون يقرون التاريخ عشان يعرفون ابهاتهم اجدادهم اخوانهم عمامهم ايش سووا بالغزو. نطلع فاصل ونرجع. طبعا اعزائي المشاهدين احنا ردينا معاكم، قلت لكم في ضيف يعني عزيز علي شخصيا، وهو يعني مو غريب على الشاشه الكويتيه في معظم القنوات يطلع ودائما يساهم، هو اخونا محمد كمال ابو مالك، وهو مهتم في جمع الوثائق والاشياء التاريخيه، ويمكن التقينا معه احنا في اكثر من مره. مساك الله بالخير ابو مالك. مساك الله بالخيرات حبيب بلوار، شرفنا اليوم. انا طبعا يعني اتصال قبل الفطور قالوا لي اليوم. اي نعم. وانا ما بعد ما إيه ما مداني عندي قصه اليوم مع الفطور. اليوم انا غلت حاولت، عندنا في قناه في تلفزيون الشاهد عندنا الشيف سامي شريده هنا يسوي طبخات وكذي، فاليوم انا بغلده دمناكل شيء من هذا. دشيت المطبخ ما حد تفطر، ما حد تفطر اليوم. فقالوا لي ان انت يعني عندك ديره. اي نعم، برنامجكم الديره. نعم. واسمع تحوسون صار لكم اسبوع تدورون. إيه؟ فطلعت لكم شيء من المخزن. هذه الديره، هذه الديره الاصليه، ديره قديمه. احنا طبعا احنا سمينا البرنامج ديره، تدري ليش؟ اي نعم، لان هالايام بالديره الكل يدور الديره. اي بعد ما في النواب يدورونها. اي نعم، رئيس الحكومه يدورها. صح. التجار صايدين الديره الحين، المجرى ضايق. بس التجار اكثر ناس صايدين. دخل الريال بالسياسه. لا التجار صايدين الديره، ويسال سؤال يسولف عن الديره ابو مالك. لا انا بعد بالسياسه موجود. عندك وثائق يعني في 2/8 نادرة جدا، يعني انت معطيني هني جوازات الخكره الاثنين. اي والله. رصي وعدي. لا قصي وبرزان تكريم. قصي وبرزان. اي نعم. يعني هذا برزان اعتقد حكموا اعدام هذا. اي نعم. اي اللي قاعد بالمحاكمه بالموضوع هذا حكموا اعدام، وشيل الدشداشه. والثاني قصي. قصي قصي صدام حسين. نعم. اي نعم، مواليد 1966. اي نعم. سكرتير المهنه، سكرتير اول. سكرتير اول هني كان صغير عمره 17 17 عماله يعني ولا ما يعطون. إيه نعم. إيه. يعني هذا جواز قصي وهذا جواز برزان تكريم. هذول شغلات نادرة، جوازات نادره طبعا. هذه جوازاتهم الاصليه انت حصلت. الجوازات الاصليه. نعم. إيه. زين، هذه ارقام السيارات اللي كانت تتجول اثناء الغزو. اي اثناء الغزو. هذه شرطه العراق. اي نعم. وهذول الزراع بعد ما ادري ثرثر يعني بيحافظون على الثروه عندنا او شيء يعني امتلكونا خلاص. نعم. شبه. وهذه كانت العراق. اي حق النقل الكويت. هذه إيه اللي قالوا بدلوا نمركم. هذه اللي قالوا بدلوا. لا مو هذه، هذه البيضه. البيضه عفوا، دفتر البيضة. سياره تبدل سيارتك البيضه، الصفرة حق النقل، والحمراء حق الباصات الخاصه او الاستخبارات بس اللي يستعملون هذه الحمراء. يعني وايد جدا نادره. الحمراء شنو كانت؟ جدا نادره، لان كانوا يستخدمون القوات الكبار الاستخبارات، فاكثرهم. نعم. طلعوا فحصلنا كم واحده بس. نعم. بس شخصين اللي عندنا احنا بس بالكويت كلها اللون هذا. ابو مالك الكويتيين بالغزو لجأوا الى حيله يعني. وين عندك دبابه هنيك؟ هذه الدبابات. هذه دبابه. هذا رقم الدبابه. نعم رقم الدبابه. هذا مطلعها بيدي. 152773. اي نعم. انزين الكويتيين ذيك الفتره بالغزو لجأوا الى حيله يعني. نعم.
وهي يعني كان معظم المجتمع فيه عسكر وفي بالداخلية داخلية. فكانوا العراقيين يتسلطون عليهم. عفوا لو حتى كويتيين عاديين لو حتى كان بالمواصلات يغير هويته يحط أي شيء، يحط بايع خضرة، يحط إيراني، ما يحط كويتي. أنت زورت لهم هويات؟ زورنا إحنا مجموعة شباب، زورنا ووزعنا طبعاً منشورات. يعني مثل هذا هذا صديق، هذا طالب تركي مال الله موظف بلدية، هو عسكري. هو عسكري. لو تراوي الشباب بس عندنا. يعني هو عسكري. شوف هويته. هذه إجازة الطالب الأصلية. تأخذ لي أبو علي. أي نعم مكتوب عسكري هني شرطي. هالإجازات ظلت حتى عقب الغزو بس غيروا لونهم. ها هذا الليسر. لا احنا نوثق نخش الامور هذه لانها مهمه جدا. لا انا يمكن زورت لي 15 واحده نفسي. هذا الليسر بس عم طلع مو طالع عندي بالمونيتور. ها الشاشه مو هو الموضوع، ما حد تطرق له كلش. يعني هذا هو اللي هو طالب تركي مال الله رجب، وهو طبعا شرطي لكن بغدره غادر تحول الى امين مخزن. اي نعم، وتحول الى صار امين مخزن. بعد شهرين كان يصير بالبلديه. بالبلديه هذه كنتوا انتم تزورونها؟ اي مجموعه شباب لسهوله التنقل وكذا. هذا الطالب وهم زورهم هذول. احنا مجموعه الرميثي احنا كنا نزور هويات ثانيه مو هذول. هذه الهويات اللي عندك شنو بعد؟ وعندنا هني اذا بتروح تسوي الخادمه محو للتاريخ الكويتي والهويه الكويتيه. خادمه اي تروح قسم العمل والضمان الاجتماعي في محافظه الكويت، هذا دفترهم عراقي 100%. هذا انت بتسوي اللهم مختوم عليه محافظه الكويت. يعني هذه ميرنا خدامة حتى بالفلبينية بالغرب. هذا بتسوي لها لغامة هالدفتر العراقي عن طريق هالدفتر. نعم. اللي كانوا يحاولون يطمسون الهوية الكويتية نهائيا بدنيا وغيره. أي شيء دفتر السيارة وأرقام السيارة نفس ما أنت شايف. بمالك الغزو يعني أنت جامع وثائق. وهذا دفتر سيارة بعد يعطونك إياه عراقي. شوف وراء الشعار موجود. هذا كان عندنا. هذا دفتر سيارة. بالنسبة حق هذولا. هذول لهم قصة. هذا اجتماع. هذا خط صدام وثيقة. خط صدام حسين. خطه خط صدام حسين الجمهورية العراقية رئاسة الجمهورية الرئيس خاصة الوثيقة. يقول أرجو تبليغ الرفاق السادة أدناه لحضور اجتماع طارئ في يوم الخميس المصادف 12 آذار 98. قبل يطقون الأمريكان. قبل هاي الطقة الأخيرة. أي الطقة الأخيرة؟ شوف شو قايل. لمناقشة تداعيات الاعتداء الأمريكي المرتقب على العراق والتوصل إلى كافة السبل المتاحة لصده. نعم. الرفيق عزة إبراهيم. كلهم. طه علي وزير الدفاع. المشرف على الحراس الحرس الجمهوري. الخكرة كلها. هذه وثيقة هم خدتها. هذه بتوقيع صدام حسين تحت. هذا توقيع بالأسود. وبعد الاجتماع هذا. هذه في حي يدورها الحين يشتريها. أنا الحين بقول لك قصة الحين. بقول لك قصة عودة. قل لي. زين لما تخلص تقرأ الوثيقة. هذه الوثيقة الثانية شنو؟ بعد الاجتماع هذا طلعوا قرارات، من ضمن القرارات اللي طلعوا لها أنا حصلت عليها وكان اهتمامي جدا أن أحصل عليها. الاهتمامي بالأسرة لأن أخوي أسرة وأنا إحنا أقول لك القصة. فهني قالوا استثنى من قرار. ثالثا اقرأ ثالثا ورابعا. ثالثا لا يعامل المحكومون والمحتجزون الكويتيون معاملة أسرة ولا يخضعون لاتفاقية جنيف أو أي لجان دولية. نعم. يعني شنو؟ يعني معاملة مجرمين حرب. أيوة. نعم. ولا يعامل المحتجزون الكويتيين معاملة مجرمين حرب. يعامل المحتجزون. هذا في 98. يعني معناها هو احتفظ بالأسرة لغاية 98. 98 بعدها عدمهم. لا يعامل المحتجزون الكويتيين معاملة مجرمين حرب لقياهم بعمليات قتل واستهداف قواتنا المسلحة باسل في الكويت. ينفذ القرار من تاريخه. من تاريخه. فهني هني اعدموا. هذول أقوى الحكومة ما تمتلك الوثائق هذه. حكومة الكويت. ما عندها نهائيا. أحد ياق قال لك نبي نشوفه. وطبعا يوني الناس من طرف نواب إنزين وعطوني فيهم 20,000 دينار. ما بعتهم. مبلغ ما بعتهم نهائيا لأن بدش فيهم عارض. أبي الشعب الكويتي كله يشوف. أبي الناس كلها تشوف. أنا أدري إن ذول راح يخشون آخر شيء بصناديق معينة. لكن قيمتهم بالنسبة لك أنت. بالنسبة أنا عندي شيء مهم جدا وأبي الناس كلها تشوفه. ما دشيت فيهم 3 معارض. النواب إيش يبون فيهم ذاك اليوم؟ مساومة حق الشيخ أساس يصير في ورقة عندهم حق إسقاط الديون العراق إنه ما يسقطون الديون. يعني الحين أنا نائب كويتي. أي نعم. أنا ما راح أذكر اسم النائب. أنا نائب كويتي. انا اشوف نائب ما احبه واحطه براسه. لا شوف اللي امس مالك شغل. خلينا نقول صالح المله. وين احنا نقول مالك شغل. لا ما يصير صالح المله. لا طيب من اي دائره؟ انزين ما نقدر نقول. انزين ياك نائب قال لك ابي هالوثائق عشان اضغط فيها على الحكومه الكويتيه بعدم الانصياع لاوامر العراق في اسقاط الغروض نهائيا. وبعدين الورده هذه تكون بيدهم حق الشيخ. طب اذا خلينا نساوم احنا يعني اكيد اساس. انا بسالك سؤال الحين. انا بسالك سؤال. الاوراق هذه مهمه. انا بسالك سؤال. احنا تعرضنا لغزو. نعم. وهبت الدول هذه العالمية لنجدتنا بما فيها الأمم المتحدة. عدل. بدون ما يأخذوا منا ولا فلس. عدل. عدل.
مصرح؟ لا اكيد خذوا ما خذوا بعدين ياخذون ما خذوا زين غير مباشر ما خذوا بس لازم لو ذاك اليوم جورج بوش الابو قال يبا تعال الحكومه الكويتيه تبي تحررون البلد انا ابي 40 مليار مقابل ثمن تعطيني 40 مليار احرر لك الكويت راح ندفع ولا ما ندفع ندفع مليار 200 مليار اي اكيد انزين في نقاش عدل هنا زين اعتبرهم هذه جزمه خلنا نعتبرها ان انا ودي انا ودي الناس تشوف لان حتى بمعارض ما يبون انت مع اسقاط قروض العراق ما يبون نحط شيء مع اسقاط ديون العراق انا لا جميل انا يعني انت تمسك فيهم مو ضد الناس الحين اليهود للحين الالماني قاعد تدفع فلوس مليارات حق تعويض اليهود زين ليش احنا الاسرانا ما ياخذون تعويضات من هنا تعويضات بالملايين لهم من الحكومه العراقيه ما لهم حق ما لهم حق لهم حق انزين شو نسبتي بالقضيه انا محمد هذه الوثيقه من متى عندك من اول ما طحت طبعا النظام انا بحث فيه بحث كامل وشريت الارشيف كامل بفواز براد عندك مساله توجهونها خاصه جدا ومهمه جدا حق ابو مالك اذا عنده مساله الربع بيسالونك ماكو مشكله بس نبي يشوفون الخريطه لان مبيتين النيه قبل الغزو باربع شهور طابعين الخرائط هذا ياكد كلامك اربع 94 بيت النيه تخيل وطابعين ميناء صدام صدامية المطلق ورنيا محافظة الكويت يعني مسوين مينا اي خالصين يا جماعه هذا الخريطه متى عاملينها خلينا نشوف ابو علي 94 يعني حتى الخريطه مو مضبوطه ما تصير حصلناها بسرداب صوب قصر هذه الخريطه مجموعه كامله لا ما ترهم يعني شوف الحين وين الكويت هذه عدل تحت شوف لو تشوف ميناء صدام مسويها ميناء صدام صدامية المطلق محافظة الكويت محمد هذا في 94 بس 94 قبل الغزو بأربع شهور طابعين لحظة 94 لا 94 احنا مو 82 شهر 4 اي قبل لان اللي سمعك يقول كأنك تقول 94 لا 4 شهر 4 1990 تعال هنا اي قول كذي خلاص تعال عند الكويت هنا خلينا نشوف لو الخريطه الحين وين بيتنا باي منطقه تصير جوجل جي بي اس يبي له يا ابو انور شوف جوجل شوف محافظه الكويت اقرا ميناء صدام هذه اسمها الدوره اي هذه الدوره كنا صوبكم ناصر بجاره والله الظاهر اني شايف بالدوره انت ميناء صدام عندك تحت صداميه المطلع لا الدوره كلها اكثر شيء متغيره نعم كلها مغيره كاظمه شوف التاريخ اللي هرم موجوده وين اي تحت 4 4 4 شهر 4 1990 يعني من يعني بيت النيه قبل غزو تقريبا باربع شهور وطابعين مضبطين الله يعلم متى هم بيت النيه أربعة 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 كلام بفوال بيت 1990 الحرب الأولية مبيتينها يعني مبيت النية الريال ويبي وحاشد حرامية ويقول ذول جنود أغنية خالد مولا أبو مالك يعني إذا عندك كلمة تحب تقولها معلومة تحب تضيفها قلت لي في موضوع عندك عن الوثيقة أو شيء نبي نسمع منك الوثيقة نفس ما قلنا لك يعني مبلغ فيها طبعا 20,000 أي أساسي مع أن الناس تقول هذا ورق بس أنا عندي شيء جدا هام أساس أدش فيهم معارض واخلي الناس تشوف لان اكثر الناس الحين للاسف قاعد ينسون والجيل الجديد ينسون غزو الكويت انا تعرضت للاعتقال ايام الغزو وعذب طبعا واخوي كان حسين كمال اسير شهرين ونص بالعراق وردوا المعارضه بعد 21 سنه شلون تشوف الوضع وعندي ولد عم شهيد عبد الجليل كمال فيعني انا ما ودي حق الاسره يضيع نهائيا لان احنا جربنا وضقناها فما ودنا لان الناس قاعد تنسى حتى المتحف مفروض يحطوا لهم مغار خاص ويحطون فيه معدات الغزو وادوات التعذيب في هذا ما يسمونه والشغلات هذه كلها الاعمال الكويتيه الوطنيه ايش اسمها لا انا ابي اكبر من كذي واحدث من كذي واكثر من كذي اي انتج فيلم تدري هذا انتج فيلم تعرف حتى الجرين كنا سووا لهم متحف لا انتج فيلم قديم بالسبعينات الجرين نسوه خيي الجرين نسوه كل شيء نسى للاسف احنا قاعد الحين على الشاهد قاعد نقول ترى الغزو نسى ومفروض هذا يحطونه في انت تطالب باقامه معرض دائم للغزو معرض دائم مقتنيات الغزو مقتنيات الغزو والمعدات التعذيب وافلام انا قدمت افلام وزاره الاعلام للاسف وقلت حق الوزير احمد عبد الله قدمت افلام تعذيب عندك افلام كان عندي افلام وايد ممكن تعطينا اياها حق الشاهد اسمع خليني اقول لك ممكن تتعاون معنا في تلفزيون الشاهد خليني اقول لك قدمت حق وزاره الاعلام بعد التحرير تذكرون كان يحطون شيت رجاء تسليم الوثائق ورجاء تسليم الافلام رحت قدمت الافلام هذه حق وزاره الاعلام وليومك الافلام مو موجوده ما عندك نسخ خذوها ما عندك نسخ ما عندك نسخ ما عندي نسخ لان ايامها ما كنت اهتم وقلت انا اقدم اكيد هذا بحظ بالصون عند الوزاره وراح تكون يعني تكون في ارشيف خاص لا كنت اتوقع لا ارشيف ولا شيء توقعت ان الشيء راح يكون ضخم ولا توقعت يهتمون يشكرونك وهذا وراح يهتمون فيه لكن للاسف لو مخليهم انا نفس الاغراض عندي مثلا شوف الهويات كنت ادش الخنادق بنفسي اخذ هوياتهم العراقيين
واخذ دفاترهم ملوت التموين زين واخذ كل شيء خلص الوثائق كبيره كنت تلاقيها في